ولا كل شيء ضعيف، المعلم ضعيف، الأستاذ ضعيف، التلميذ ضعيف. ملي كان التعليم صحيح من الأساس، كان لانستيتيتور دو لا لانغ فرونسيز وكان المعلم ديال اللغة العربية، هادشي اللي كان من الأول، كان كلشي صحيح. دابا ولا معلم أو أستاذ قال لك قريهم بجوجات وما عنده حتى وحدة صحيحة، لا عربية لا صحيحة، لا فرنسية صحيحة. إذن ولا من الصعب جدا، من الصعب جدا باش يعالجوا هذا المشكل هذا، لان الضعف ولا نابع من الاساس. باش تصلح التعليم الفو فورمي دي